يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، شرفني وينورني في هذه الفقره. زي ما قلت لكم كده قبل الفاصل، الدكتور ايمن عطا هو صاحب مشروع التنبؤ المبكر بالاصابه الرياضيه، هو دكتور مساعد في استاذ مساعد في كليه التربيه الرياضيه بجامعه الاسكندريه، هيشرح لنا ويفهمنا يعني ايه اصلا مشروع التنبؤ المبكر بالاصابات الرياضيه. حاجه جديده شويه بس هي مهمه جدا، الفقره دي والحوار ده مهم جدا هتستمتع بيه، هو مش علمي قوي، هتفهم منه شويه تفاصيل مهمه واسماء معينه كمان هنقول عليها وبدا الكلام عليهم وازاي كان متوقع او تنبأ باصابات مبكره، مش تنبؤ خيالي يعني كده، لا تنبؤ بعلمي يعني. يا دكتور منور الدنيا، مشرف وسعيد جدا بتواجدك معانا. ربنا يخليك يا استاذ كريم. اخبارك ايه؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله كله بخير والله الحمد لله. الاول اشرح لي المشروع عشان بس انا والساده المشاهدين نفهم الفكره الاول. هو في البدايه الموضوع ده كان عنوان رساله الدكتوراه بتاعتي في 2019، والحمد لله رب العالمين بعد المناقشه تم تسجيلها في وزاره البحث العلمي برقم 4328 بتاريخ 6/6/2021. هو الموضوع ممكن يكون لاول مره يظهر في مصر، ويكاد يكون لا ابالغ ان كان عالميا، اللي هو الفوركاستنج انجري بروجرامنج. يعني ايه؟ عشان نوصل الموضوع بالزبط. بصوره بسيطه قوي ارجوك للساده المشاهدين وكمان اغلب الناس الرياضيين اللي هم ممكن تكون الموضوع لسه جديد على ما سمعهم، وده اللي انا متوقعه بالظبط. هيقول لك يا عم ده يعني هو المفروض الدكتور يعني بيقول لنا حاجات خياليه ما مش عارف ايه، لا انت بصوره بسيطه قوي هنحاول نوضح ياريت. الموضوع قدام للناس كلها. يا ريت. انا والاستاذ كريم لما بنتواصل من خلال لغه. اللغه دي هي لغة عربية أو أجنبي أو فرنش، اللغة بتطلع من البق توصل على أذن حضرتك، دي في الأول وفي الآخر وسيلة اتصال. صحيح. الكومبايلر أو اللي بيني وبين حضرتك هو وسيط الهواء اللي بياخد الكلام بيوصل لمعاليك. أوكي كده. طيب أنا لما أنقل الكلام ده كله بقى عشان أتعامل مع آلة، الآلة ما بتفهمش غير لغة واحدة اسمها باينري كود، صفر وواحد، كود ثنائي، صفر فولس ما ينفعش ما يصحش خطأ، واحد يمشي تمام أوكي تمام. طيب لما أجي بقى أعلم الآلة بروجرامينج في لغات كتير، في بايثون دي أعلى لغة برمجة موجودة دلوقتي، في جافا وجافا سكريبت، بتشتغل بقى اللغات دي وبتاخد الكلام أو الأوامر اللي أنا حطيتها في البرين بتاعي بتبدأ تنفذها في صورة صفر وواحد. ماشي، ده اللي بيحصل. حلو. طب لو جينا قلنا بقى لسه في مرحله الصعوبات دلوقتي، لسه أوكي. ما بسطناش لا هنبسط خالص دلوقتي. دلوقتي بتتكلم علمي فاصبروا عشان الدنيا هيبقى فيها ببساطه دلوقتي هنروح بس لازم نفهم برضو علميا الموضوع ازاي. اتفضل. طيب. الرياضي في المقام الاول هو انسان صحيح زيه زي اي حد، بس الرياضي ده طبقا للملعب وللمجهود البدني اللي واقع عليه ولظروف الملعب نفسه والمنافسات متطلب يفوز، مش لازم يتعادل او هزيمه. لكن ايه بقى اللي بيتم من خلال البرمجه والعلم ده عشان ابدا اتوقع حدوث الاصابه؟ هو ده اللي نازل نتكلم فيه دلوقتي. عظيم جدا.